Αλ Χιλάλ στο παιχνίδι. Κόρνερ με τον Σαλχόπ. Κακή έξοδο εδώ από τον Βελίδη. Ο Μπιού ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Σαουδική Αραβία. 1-0 με σκόρερ τον Κορεάτη. Ένα κόρνερ από τον Σαλχόπ στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Διαδοχικά λάθη εκεί. Πήδηξε πρώτο χωρίς αντίπαλο ο Μπιού. Ο Βελίδης είχε κάνει λάθος εκτίμηση στην έξοδο, αφήνοντας ανυπεράσπιστη την εστία του. Δεν είχε πρόβλημα ο Κορεάτης να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Ενώ ξαναβλέπετε τον γκολ της Αλ Χιλάλ. نامي لأحمد الفريدي ياخذ كرة الآن يلعبها هناك دخل البوكس رأسية وجول وهدف وهدف ليوب يونغ سو خلاص فرجت عليك يا عم فرجت عليك يا عم شايف الجماهير فرحانة معاه يوب يونغ سو فرحانة معاه طبعا وضع طبيعي لأن ما هي مصدقة الجماهير أن هو يسجل واعتقد بعد هذا الهدف الأمور هتصبح أوكي اوكي عند الامور حتكون 10 على 10 والمساله حتمشي تمام مثل ما يبغي لانه خلاص حيستقر وبالتالي حيطمئن ويبدا طبعا يعطي اكثر شوف الارتقاء والتيك اوف عند دافع ريلا كانت اقرب احمد الفريدي طلعها بعرض الملعب يا سلام يوب يوم شو قلت خلاص خلاص الامور مشت معاه خلاص 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 مشت معاه لانه وكان لهذا اللاعب وهدف ثالث لصالح الهلال في هذه المباراة وبالتالي الآن نعم بطولة دوري زين للمحترفين والكرة الخطيرة الآن سعودية جول سعودية جول أوه جول في اللقطة الماضية شوف الكرة لعب تابعها يو بيونغسو وإبعاد من فايز تعود الكرة الماضية إلى العربي وخادع بها حارس المرمى ويوم مقشرة نعم مقشرة ليو في اللقطة الماضية ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء في اللقطة الماضية نعم تعود والكرة الماضية ما في حالة تسلل شايفين اللاعب اللي واقف هناك شايفين في الكرة تصل وتعود الآن وكرة أمامية ومحاولة في أرضية الملعب لكن اليوم عندنا صالح بشير ما أدري والله لكن الكرة خطيرة ويا جول الثاني 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 نامي صلحها جابها 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 الهلالي لعب في اللقطة الماضية شاتها شاتها نامي يابها يابها الهلالي يابها بيونسو لعب في الكرة الماضية هدف ثاني عن طريق نفس اللاعب حلوة يا ولد يعمل اليوم كرئيس لاتحاد كرة القدم التشيكي وكان العمل جماعة ما في ستراسبورغ الفرنسي هذه كرة بالجهة اليمين الله تكلم وأفقد شباكه نطقت صمت كثيرا ثم نطق كبيرا الشمشوني يونغ سو صمت كثيرا ثم نطق كبيرا في كرة شدي يطلع الكرة لركلة ركنية الشلوب إلى عرضية يوب يونغ سو ما في مهلة أمام الشعلة والهلال يسجل الهدف بواسطة الكوري الجنوبي شوف العرضية مرة ثانية يوب يونغ سو ورسالة توجه إلى توماس دول يسجل أول أهداف الهلال في المباراة 1-0 إذن الهلال يتقدم أسبقية في هذه المواجهة برأسية الكوري الجنوبي يوب يونغ سو 1-0 سلامة ألف سلامة هذا ما طلبنا فيه من البداية يعني مخرج المباراة ويجيب اللقطة كرة لإيمان الآن والهدف الرابع هدف رابع لمصلحة الهلال يوب يونغ سو مباراتك يا رجل هي ليلتك يا رجل شوف اللقطة مرة ثانية إيمانا ومرور ووصول في منطقة الجزاء بعد ذلك يوب يونغ سو يسجل الهدف الرابع الهدف الرابع في المباراة من يوب يونغ سو شوف الكرة عند إيمانا
إعادة بالبطيء لهدف الهلال الرابع. جات أصبح تنظيمات محاولة بالخطأ خطرة تلحق الجول جول الشلهوب ويوب يونغ ينصبان السيرك الأزرق أمام البوابة في واحدة من أجمل وأحلى وأمتع ما يقدمه وتقدمه الكتيبة الزرقاء. الشلهوب لمها، الشلهوب قطعها، الشلهوب مررها، ويوب يون على طريقة الكوبرا بلدغة ثانية أيضا في مرمى النصر، الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الثاني من المباراة. استخلاص الكرة محاولة ولكن هناك تمرير خاطئ آخر، استخلاص الكرة لعبد العزيز بيمور كرة للهلال عبد العزيز يا سلام عزوز الدوسري عبد العزيز المهارة والمجد يرفض الحسارة وعبد العزيز اللعب عبد العزيز الذكي في المرمى يضعها ويعلن عن تقدم الهلال بأول أهداف المباراة كملها يونغ الكوري ويسجل الهدف باسمه لكن باسم إبداع كرة القدم باسم جمال كرة القدم لازم تتسجل باسم عزوز. خسارة من الأهلي بهدف مقابل لا شيء محاولة بسلطان البيشي عرضية والرأسية وهدف أول هدف أول يوب يونسو يوب يونسو يحرز هدف أول للهلال السابعة من زمن شوط المباراة الأول. المحاولة العرضية جاءت بهدف ليوب يونغسو الذي تعود على التسجيل والذي أيضا هو أصبح هداف الهلال في كأس ولي العهد. هنا يأتي برأسية متقنة تماما الكرة على يمين الحارس علي المختار. الهجمة جاءت من سلطان البيشي الشاب الجميل والظهير الأيمن الرائع في فريق نادي الهلال ورأسية يوب يونغسو ذكية جدا تأتي بهدف أول للهلال في زمن شوط المباراة الأول وهدف ثاني ليوب يونغسو بعد الهدف الأول اللي سجله كان لصالحه في مرمى النادي الأهلي في الأسبوع الرابع من دوري زين السعودي المحترفين. يوب يونغسو انتظر 15 أسبوعا حتى يحصل على طويلة أمامية لسلطان البيش المتقدم خاطئ بالدفاع يوب يونغسو في الدقيقة السادسة والثلاثين يوب يونغسو يستغل هذا الخطأ من دفاع القادسية بعد عادة تقدم وينفرد بمرمى علي المختار ويسجل هذه عادة. هذه كرة سلطان البيشي هي العودة من الدفاع والخطأ من عبد الله القرني في الإبعاد جاءت إلى يوب يونغسو استلم وواجه المرمى ووضعها ببراعة على يمين الحارس علي المختار وهدف ثاني هدف ثاني للهلال في الدقيقة السادسة والثلاثين. سلمان الفرج سلمان الفرج يأتي من الفرج الله يأتي هو سلمان الفرج يا اسمه يأتي الفرج بكرة تأتي الفرج لتسجل كرة سلمان الفرج تسبب للأسواق يونغسو هو الذي سجل هدف الهلال الأول بهذه الطريقة كرة جول واضحة وكرة الحوبة واضحة ارتقاء عالي ليبيونغسو سلمان فرج إلى ولامسون سريع ولامسون ما يصيد إلا ساهر ولامسون ولامسون سريع مارة عالية عرضية في هذه البطولة وخامس أهدافه في هذه البطولة ثاني أهدافه في هذه البطولة بالرأس خامس أهدافه في هذه البطولة إلى اللاعب الكوري الجنوبي يونغسو يو شوف 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 ويلامسون سريع ويلامسون ما يصيد إلا ساهر محاولة من حمل الشلهوب يوسف العربي أمامية وهدف التعادل هدف التعادل للهلال هدف التعادل للهلال بكرة في الأمام يوسف العربي للمرة الثالثة يحضر ويجهز ليونغ بيو على الجاهز انت وضميرك شوف الشلهوب عامل ايه
الشلهوب لما يستلم، الشلهوب لما يواجه ويمرر، والعربي يعطي فرصة جميلة جدا لبيونغسو اللي يسجل في المرمى على يسار الحارس إسماعيل ربيع، هدف التعادل الهلال. والخطوة الأولى تمام، الخطوة الأولى تتم للهلال. شوفوا بيونغسو يضعها من غير فلسفة، بركة انه ما تفلسف فيها، لانه يعني كان له كورة انفرادية ايضا في شطر المباراة الاول. ويوسف العربي اليوم يجهز ولا يسجل، وينجح عموما بيونغسو، هذا الاهم انه ينجح في التسجيل. ومع هذه الفرحة ومع هذه الايوة اللي يقولها الجمهور، هدف، هدف اول للهلال وهدف التعادل يأتي في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الثاني. عدل بالنتيجة في الدقيقة 24. الله، كرة على الطريقة الكورية من يوب يونغسو على طول، دقيقة على طول إلى يوب يونغسو. شوف 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 اللي عاد أيضا الخطأ، الكرة باليمين، ويلهامسون يلعب العرضية وعلى طول يوب يونغسو برأسية قاتلة على يسار، على يسار فايز سبيعي في المرمى، الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول من المباراة. هذه الإعادة بالكرة والكاميرا الخلفية على طول. أيضا محاولة من عادل هرماش تصل للفريدي، ممتازة من الفريدي، والهامسن الثانية، والهامسن الثانية، والهامسن، ومحاولة يو بيونغسو يسجل في الدقيقة 23 من كرة مررت جميلة في الناحية اليسرى. أحمد والعشرين، هدف أول لصالح الهلال. هذه عادة، هذه كرة عادل هرماش اللي عدت، ولكن شوفوا فكرة أحمد الفريدي، شوفوا توزيع أحمد الفريدي، وعادت لو الهمس سدد، وعلى الرايق، على الرايق يسجل يو بيونغسو الهدف الأول لصالح الهلال، هدف أول في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول، هدف أول للهلال، هدف يشعل الجمهور أكثر وأكثر، ما شاء الله الجمهور أصلاً. أحمد أبو بشكل سليم مريها له، والهمسن، والهمسن ما يزال يحاول في هذه الكرة، كريستيانو والهمسن، والهمسن عرضية، عرضية، يو بيونغسو ثالث للهلال، ثالث في الدقيقة 37، هدف في هذه الكرة. وأيضاً أحمد الفريدي، أحمد الفريدي يمر الكرة إلى والهمسن، والهمسن يدخل في الناحية اليمنى ويلعب الكرة العرضية، يو بيونغسو في مكان وفي تواجد من غير مراقبة أيضا من مدافعي بني ياسر الإماراتي يسجل هدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 37. نتيجة مميزة، نتيجة طبيعية لمستوى الهلال لاستغلال في هذه المباراة، لكن التقدم كان جميل وممتاز في الناحية اليمنى، عرضية ليوب يونغسو، يوب يونغسو بدل ما يحطها بالرأس في المرمى حاول تعديلها إلى أحمد الفريدي ولكن لم تنجح. هنا يوب يونغسو يصلح الخطأ تماما، يوب يونغسو في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني، الرباعية للهلال، الرباعية للهلال، والابتسامة للأمير، الابتسامة للرئيس، والرباعية للهلال، والهاتف تقدم السعودي. بالمناسبة يعني هناك اللقاء في جدة، تقدم الاتحاد على بيروز الشوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء، والهمسون هنا يجهز، والهمسون هنا بالعرضية، يوب يونغسو يجيب الصعبة، يجيب الصعبة ويسجل هدف رابع لصالح الهلال في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني. لاعبه فقدوا السيطرة على منتصف الملعب، فقدوا السيطرة حتى على الأعصاب. هنا يوب يونغسو، يوب يونغسو في الانفراد، والهنا سادس في الدقيقة 16، في الدقيقة 16 سادس للهلال، هدف في كل دقيقتين. ايش يبغى الجمهور أكثر؟ سداسية هلالية، 6 أهداف سوية جاءت بعروض مميزة. هنا والهمسن أيضا هو من يصنع، وهنا يوب يونغسو يتقدم ويضع كرة سهلة مميزة وكرة زاحفة في المرمى أيضا، هدف سادس، هدف سادس للهلال، هدف سادس للهلال.